سنشاهد مباراة مغايرة تماما لي ريعة 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 ممتازة ريعة ممتازة هذه الرأسية من زيتي خوتير العارضة الأفقية هي التي نابت عن الحارس منصوري كانت منفذة بإحكام من مباركي خرج من أمام الجميع يجب أن تكون التعبير والمناصرة كارليس أندريا راح كارليس أندريا من يوقف كارليس أندريا من يوقف كارليس أندريا القائم الأيسر لبولطيف هو الذي أوقف كارليس أندريا انطلق كالسامة للجهة اليسرى وسدد بيسارية رائعة شاهد من دون لفة ودوران توغل رفع راسه ثم سدد وهذه المرة القائم ما باله بدو أمادة التسديد الهدف الأول والهدف الأول لاتحاد الجزائر من ناجي رشيد كنت أعتقد بأنه أخذ الكرة بيده هاي الإعادة هاي الإعادة هاي من هنا شاهدت مباشرة وسأتحمل ربما مسؤولية هذا الكلام أنه رودها بيده ولكن تبقى مثل هذه الأخطاء تحدث سنشاهد كم دقيقة أضاف حكم المباراة 8 دقائق كما قلنا أضاف حكم المباراة وقت كافي للشبيبة من أجل العودة وكافي للاتحاد من أجل إضافة الهدف الثاني الهدف الثاني والهدف الثاني لاتحاد الجزائر عن طريق بدبودة الثنائية بين بدبودة وبين كارليس أندريا دفاع الشبيبة يسبح حتى لا أقول يعوم لأنه المدافع علي ريال كان في وضعية مهاجم ربما وترك مكانه بدبودة في الدقيقة 90 أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم انتهت المباراة بفوز المباراة إذن تنتهي بفوز فريق اتحاد العاصمة وثلاث نقاط ثمينة وثمينة جدا ماذا يقول بدبودة عن هذا الفوز بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة في ميكروفون زميل بلال بناري après les deux matchs اللي درناهم dernièrement وهذا الثالث ماتش اللي جاهنا على دوميسيل كان لازم علينا باش نربحوا هذه المقابلة باش نكملوا بنتائج ايجابيين هذوما الحمد لله حققنا الاهم ان شاء الله اللي ماتشنا الجايين ان شاء الله نزيدوا نكملوا في هذا المنوال ان شاء الله طبعا الزميل بلال بناري أيضا رصد لنا تصريحا للمدرب بيجوطا قبل أن نستمع إليه طبعا يزيد ورشيد نفضل أن نتوقف عند الحالة التحكيمية التي أثارت الكثير والكثير من الجدل وهي التي نشاهد على الصورة السيد سكرين كريم هذه هم الحالات الأصعب الحالات التحكيمية في لمسة اليد خاصة لمسة اليد تاع المهاجم شيء مفروغ منه لمسة ترويض الكرة باليد موجودة باش من طلعوه من حبطوه شوف موجودة هذه هي شوف الحكم وين راه شوف كم من لاعب مغطيه من الصعب هذو هما أصعب الحالات التحكيمية تاع المهاجم لما يروض الكرة بيده كيما يشوفهاش هنا لي في الحكام لما يقراوا يقولوا ديروا البالياج البالياج واش معناتها تمشي بجهه لما تشوف الكره جايه في السماء تمشي تجبد روحك بجهه باش تتبع الكره اين هي ذاهبه اين هي هذا الحكم حكم شاب 29 سنه في عمره ارتكب خطا من بين 15 مباراه اللي دارها في المحترف الاول والثاني لحد الساعه اول خطا يرتكبه خلينا نبقاو في الخطا سكرين نشرحوا خلينا نشرحوا هنا اللوم الكره جات حتى شوف تتغطي هكذا حتى المساعد يكون وراه المساعد يكون وراه من الصعب عليه بيشوف لا ضربت في صدره ولا في يده ولكن تجربه المساعد بخبرته لو كانت عنده التجربه عنده الخبره كان يعلن عن مخالفة يصفر مخالفة بالخبرة وبالتجربة لأن اللاعب يصعد عنده حالتين يا الحالة بصدره يا بذراعه كيفاش ضربت بصدره يضرب الكرة تروح للأمام لما تخبط في ذراعك تمرتيها ما تضربش الكرة فرابي با لا بال تضرب في يدك تحبط لتحت الكرة ضربت في يده وحبطت لتحت لهذا روض الكرة بيده هنا
طاحت لمسة اليد موجودة. لم يتسرع زكريني الحكم وكان بإمكانه أن يستشير مساعده مادام أن القانون يسمح له يعني يسمح له يتسرع بالطريقة وقبل الهدف. لا، ومن قال لم يستشير مساعده؟ عنده لوريات، قد يكون المساعد يرتاعه يقول له بشفتش مانيش متأكد، كاين لوريات كاين الحكم شابه خلفه، ولكن المساعد حكم دولي منذ سنوات. لا الحكم ما شافش، لو شاف مخالفة كان يصفر، اللي يشوف يصفر، بما انه ما صفرش على المخالفه معناه انه ما شافش المخالفه، كيف يشوف لبسه يده وما يصفرش على المخالفه؟ وفي ايضا شيء احدث الكثير من الجدل سكريني، ذاك الصوت، صوت الصفاره في تلك اللقطه، لا شبيه قابلت وقته، كل الناس قالت فيه صافره، من اين اتت الصافره؟ سمعنا الصافره على المباشره، انا سمعناها ايضا لما كنا نشوف اللقطات، كل الناس اللي كانت في الملعب سمعوا صافره. انا اقول الصافره، اقول لك جات من المدرجات، قد لهذا كل الحكام في العالم بأسرة تسيب رفض صافرتين. لماذا صافرتين؟